أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة. توالت الانتهاكات الحوثيين والسلطة الانقلابيين في صنعاء وفي محافظة أخرى، توالت انتهاكاتهم حول يعني مع المواطنين وبالذات مع الصحفيين والإعلاميين. آخر الانتهاكات هذه كانت اقتحام مكتب قناة السعيدة وإغلاقها واختطاف مديرها. هنا لازم نتوقف شوية في هذا الموضوع. فكرة أنه السعيدة مثلا كانت قناة أشبه محايدة، يعني لم تؤيد التحالف ولم تهاجم الانقلاب، وحاولت أنها تمشي أمورها كويس وعلشان برضو الإعلانات تمشي معاها. المهم حاولت السعيدة خلال السنة والنص اللي مشى أنه تمشي في هذا الخط، وعملت هدنة مع الحوثيين ومشى الحال، إلا أنه ما فيش، ما عاد قدروش الحوثيين يصبروا. الفكرة هنا مهما حاولت أنت مع الحوثيين هذا أنك تكون خلاص أنا مش هاجمكم ولا هأيد التحالف ولا أنا يعني بتكلم على اثنين يتضاربوا بالشارع، بتكلم على أزمة غاز مدري من عمله، في النهاية أنت مش ذو فائدة للحوثيين ولا أنت صاحب جدوى، يجب التخلص منك إذا لم تكن أنت صوت خادم لهم، يعني تلقط لهم البوري وتحرض الناس علشان أنهم يروحوا يحاربوا وتدي حقهم الصرخة وتعمل القرآن الناطق والسيد مش عارف ايش وتنزل حقهم الزوامل، انت ما فيش منك فايده ولازم تبند تروح ترقد بالبيت. فكره انك تجلس كذا قناه فاتح حتى اغاني وتستلم اعلانات ويعني تستلم فلوس حق اعلانات وانت ما ايش فائدتك، هذه خلاصه الوضع اللي تعيشه اليمن في ظل سلطه الانقلابيين. فكره انه اذا لم تكن معنا خادم، مش حتى معنا خلاص انا معكم يلا خلاص بجلس سكت، لا 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 لا، معنا وخادم لنا وخادم للمشروع وخادم للفكر الامامي هذا، اذا انت ما منكش فائده وفي اي لحظه بروح اسحبك على طول من هذا وبند حقك القناه وادخلك الحبس. هذه تلخيص يعني بفكره اغلاق القناه واختطاف مديرها، وكان خلانا نعيد فكره اللي هو الانتهاكات الحوثيين والمخلوع بالنسبه للاعلاميين والاعلام. سننتقل الى زميلي اسامه نشوف اهم ما كتب حول هذا الموضوع واستعراض سريع لانتهاكات الحوثيين على الاعلام، وما ننساش هنا طبعا زملائنا المعتقلين في المختطفين عند الحوثيين، في بعضهم تجاوز السنه وظروفهم الصحيه صعبه وظروف اعتقالهم ايضا صعبه جدا. سننتقل الى زميلي اسامه ثم سنعود لنستعرض مشاركاتكم عبر الواتساب. أهلا بكم مشاهدينا. انتهاك الحوثيين لحرية الصحافة والصحفيين ولحرية الإعلام والإعلاميين موضوع قديم جديد حديث ممتد، مذ كان الحوثيون في صعدة إلى أن سيطروا على مناطق أخرى. يروي أمين سعيد في كتابه الممالك العربية أن إمام اليمني كان يكتب صحيفة بنفسه ويصدرها في صنعاء ويكتب فيها القرارات والقصائد والأشعار ثم يوزعها على الناس، هكذا كانت الصحافة في عهد الإمامة. الإماميون الجدد الآن كذلك يفعلون. هذه الصورة التي ترونها الآن هي تعبر عن الحال الذي وصل إليه الصحافة في اليمن، المسيرة والديار واليمن اليوم والهوية، كلها صحف تتبعهم. ناهيك أيضا أو ناهيكم عن الصحف الرسمية التي بدلوا وغيروا في طواقمها واستقلبوا طواقم تتبعهم. مشاهدينا، بالنسبة لصعدة ومحاربة الحوثيين لحرية الإعلام في صعدة، يكتب مختار الرحبي في 2014 في 25 من أكتوبر ويقول: للعلم أن مدينة صعدة التي يحكمها الحوثيين لا يمكن لأي وسيلة إعلامية أيا كانت أن تعمل دون التنسيق وأخذ السماح مسبقا منهم، والعمل الصحفي والإعلامي في صعدة معدوم، وإن وجد فهو تحت عيون رجال الحوثيين، سيتفرغون للإعلام في صنعاء وسيقومون بعمل محاكم تفتيش في العاصمة إذا لم تتحرك النقابة وجميع الزملاء الصحفيين للوقوف أمام ما تقوم به الميليشيا المسلحة في صنعاء. كما قلنا، هذا الكلام وهذه الكلمات في 2014. في 2014
15 يقول سليم: وصل حد تقييد الحريات وحرية الصحافة في اليمن في عهد الحوثي إلى ما قبل سنة 90 للميلاد، أي ما قبل تحقيق الوحدة في مسعى لإعادة النظام الشمولي وإلغاء التعددية السياسية والحريات، وبدون أي مسوغ قانوني شرعي يخولها بذلك سوى منطق الغلبة والقوة والجبروت. أيضا علاء الدين اليوسفي يتحدث عن ما آلت إليه الصحافة ويقول: الصحافة إرهاب والعصابات والميليشيا ليان شعبية، هكذا أصبحت اليمن في عهد الحوثي. أيضا هنا رئيس أو مدير مكتب الجزيرة في اليمن يقول في 2015 عن ممثل الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين خلال فترة زمنية لا تتعدى بضعة أشهر على حرية الصحافة والإعلام غير مسبوقة، وهي ممنهجة وتعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث. مشاهدين، هذه الصورة التي ترونها الآن هي لمراسل الجزيرة في مدينة تعز، وهو ينتطي الحمار ويتجول في المدينة، هكذا أو هذا هو حال الصحافة والصحفيين كما هو حال أبناء مدينة تعز. هذا الحمار خدمهم كثيرا وقد كرموه ذات مرة. أيضا هذه صورة ورسمة كاريكاتورية لرشاد السامعي توضح كذلك والحال الذي وصل إليه الصحافة، وهي أيضا رسمة قديمة منذ بداية هذه الأحداث أو الجرائم التي ارتكبها الحوثيون على الصحفيين. أيضا هذه الصورة متداولة في 9 مايو، وكتب عليها: الصحفي فايز عبدو يفترش أحد شوارع صنعاء بعد أن توقفت 36 مطبوعة ولم يجد عملا صحفيا يليق بطعام صغاره وتسيير هموم الحياة. وهي صورة موجعة ومؤلمة في الحقيقة، وتعبر عن حال الكثيرين من الصحفيين. هذا الآن تقرير عن الانتهاكات الصحفية، وجاء في التقرير: من بين الهجمات التي وثقتها نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها الذي يغطي 6 أشهر حتى نهاية حزيران 2016، جاء فيه التالي: 24 حالات الاختطاف والاحتجاز والملاحقة والاختفاء، 13 حالات التهديد والتحريض ضد الصحفيين، 12 من حالات الاعتداء على الصحفيين ومقري مؤسستين إعلاميتين، 13 حالة حظر مواقع إخبارية يمنية وخارجية، 10 حالات شروع في القتل، 6 حالات قتل، 11 من حالات التعذيب، و7 حالات فصل توقيف مرتبات، و2 مصادرات ممتلكات الصحفيين والصحف. هذا كما قلنا في النصف الأول من 2016. بالنسبة للموضوع أو المشكلة الأخيرة الحاصلة أو الانتهاك الأخير، هو إغلاق الحوثيين لمقر قناة السعيدة واعتقال مدير المكتب. قال طه صالح عن هذا الموضوع: إغلاق مكتب قناة السعيدة في صنعاء من قبل الحوثيين ويعتبر استمرارا للانتهاكات الجسيمة المستمرة التي يمارسها الحوثيون ضد الصحافة. نحن نعلم كذلك أن من الصحفيين من قتل ومنهم من هو معتقل منذ عام إلى الآن. هنا أيضا الأستاذ الدكتور فؤاد البنا يقول: يرى البعض أنه سيعاقب قناة السعيدة بالحياد كما كانت محايدة في قضاياه. بخصوص موضوع قناة السعيدة، انقسم أو مجموعة من الناس كانت تتحدث عن أنهم سيقفون موقف الحياد كما وقفت القناة موقف الحياد مما هو حاصل الآن، والبعض الآخر آثر التضامن، وأن هذا التضامن هو انعكاس للإرادة الحرية الداخلية للأحرار. يقول الأستاذ الدكتور فؤاد البناء: يرى البعض أنه سيعاقب قناة السعيدة بالحياد كما كانت محايدة في قضاياه، وبرأيي أنه لا حيادة بين الدكتاتورية والحرية، إذ ينبغي أن ينحاز الأحرار إلى قيمة الحرية أيا كان من انتزعت منه. مشاهدينا، كانت هذه جولة سريعة حول موضوع انتهاكات الحوثيين للصحافة. نلقاكم في مشاركات الواتس. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة مشاركاتكم. نبدأ أسامة. نعم، أول مشاركة لبنت العريقي تقول:
طبعا يقومون بمحاولات كبح الحقيقة وإخماد صوتها بشتى الوسائل لأنها تفضحهم وتفضح أعمالهم وجرائمهم. نعم عصمة فضل تقول أصبح الصحفيون عائقا أمام الميليشيات لأنهم من يوثقون انتهاكات وجرائم الحوثيين، فلذا هم الآن من يرتكب ضدهم المجازر، كانوا يوثقون الأحداث أما الآن فتوثق أحداث اختطافهم. أيضا أبو صباح العولقي يقول كل ما يدفع الحوثيين لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد الصحفيين كقتلهم وتعذيبهم واختطافهم وإغلاق الصحف والقنوات هو محاولة من قبلهم لإخفاء الحقيقة التي تضر سمعتهم أمام الرأي العالمي. نعم أبو الفاتحين يقول أن الحوثيين يتخذون نهجا ليس بالغريب على الطغاة، ففرعون قال ما أريكم إلا ما أرى، تكتيم إعلامي. اتخذ الحوثيون هذه الإجراءات للتضليل على الشعب وخلط الأوراق. عبد المجيد المجهصي أيضا يقول وهذا إن دل فإنما يدل على عدائهم ومكرهم على الشعب وعلى وجه الخصوص الإعلاميين والمثقفين وأصحاب الفكر والرأي أيضا، ورغبتهم في ممارسة جرائمهم على النطاق المخفي. أم عز الدين تقول أن سبب اعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف يدل على إفلاس الحوثي ومحاولة إخفاء كل الهزائم التي تلحق بهم في كل الجبهات. أبو عمار أيضا يقول هذه الجرائم التي ترتكبها هذه العصابة في حق الصحفيين والشعب بأكملها هي جرائم يعاقب عليها القانون، لكن الذي يدفعهم لهذه الأفعال لكي يسكتوا هذه الأدوات التي يخافون منها. مفيد الشرعبي يقول هذا الأسلوب تتخذه جميع الميليشيات الخارجة عن النظام والقانون ولا تريد أن يفضح الجرائم التي يقوم بها. أبو المجد يقول خوفهم من الحقيقة ومن إظهار حقيقتهم الإجرامية وفضح شخصيتهم الحقيقية للشعب التي طالما يحاولون إظهار أنفسهم أنهم ملائكة رحمة دفعهم لذلك الإجرام. المنصوب إدريس يقول الصحافة تكشف زيف الحوثي وجرائمه، فلذلك يسعى إلى انتهاك حرية الصحافة وتستير أفعاله. التعزي أيضا يقول رأيي هو أن ميليشيا التمرد تعمل هكذا كي لا تنفضح أمام العالم بكذبهم ودجلهم. أبو أردوغان الثلاية يقول الحوثيون العفاشيين هم الفئة الضالة التي تنتهك الإعلاميين، وذلك لما يقومون به الإعلاميين من نقل الحقيقة والتغطية من عين الحدث ومن قلب المواقف. محمد القادري يقول ما تقدم عليه ميليشيا الحوثي من قتل واختطافات للصحفيين من كشف الحقائق وبالأخص من تصوير الهزائم التي تلحق بهم، وهذه جريمة في حق الصحفيين، ولكن كما يعرف الجميع الحوثيون مع عصابة مجرمة قتلوا أصحاب دماغ في المساجد وفجروا دور القرآن. مشاهدينا كانت هناك مشاركة فيديو لصديق نبيل الفقيه، خلينا نشوف المقطع. أخو سامة بالنسبة لموضوع الصحفيين هو باختصار وباختصار شديد لأن علي عبد الله صالح وكذلك عبد الملك المنحوتي لا يحملون شهادات أكفى منهم، هذه واحدة، وهذه يطبقين بالنسبة بخبط هؤلاء ومشاريعهم. أما القضية الثانية فهم أن يريدوا أن يخفوا صوت الحقيقة فأسروا مثل هؤلاء لأنهم مجرمون ولا يريدون أن أحدا أن يفضح عن جرائمهم، فلذلك أسكتوا صوت الحقيقة مثلما أسكتوا في اليمن الصوت الوسطي في اليمن واغتالوا في كل المحافظات ابتداء من الرجوي وانتهاء بالحليس في عدن، فلذلك هم مشروع تدميري، مشروع تخريب. أخفوا صوت الحقيقة، أخفوا الصوت الوسطي، وصل بهم الأمر حتى أن عبد الملك الحوثي والمخابرات الإيرانية أن يغتالوا الوسط الزيدي ليبقى مراهق مران هو الأول والأخير وهو أكبرهم، فلا يحملون أي شهادات، فمن الطبيعي أن يغتالوا مثل هذه وأن يأسروا مثل هذه الوجوه وأن يغتالوا مثل الوسطيين الذين يغتالوا في اليمن. شفنا مشاركة نبيل الفقيه حول الموضوع اللي ذكر في بين المختطفين زملائنا المختطفين اللي صار لهم أكثر، بعضهم صار لهم أكثر من سنة، وأيضا فكرة اللي هو الحدث الأخير كان إغلاق قناة السعيدة. نواصل في المشاركات. أم عناد تقول كل إنسان مجرم أكيد أنه ما يشتي وجود دليل على أفعال جرائمه، وهذا أكبر دليل للعالم أن الحوثة مجرمين في حق شعبنا، وسبب قلة من الإعلاميين والإعلام هو أكبر خوفه لأنهم على خطأ.
نعم أيضا سلطان جمعان من حجه يقول: عندما تفعل شيء غير صحيح فأنت تقع في الخطأ، فتحرص دائما على عدم انتشاره وشهرته، فتعمد إلى كل وسائل النقل المسموعة والمرئية والصحف وغيرها لكبتها وإغلاقها. هذا ما يقوم به الحوثيون. أيضا عزيز محمد الأحمدي يقول: الذي يدفع الحوثيون هذه الغطرسة والبلطجة الناشئين عليها منذ انطلاقهم، دلالة ذلك هو أنهم يقمعون ويعتقلون المراسلين والصحفيين أصحاب الحقيقة من نقل المشهد بنفسه وليس كإعلامهم المزيف والبذيء. نعم. يقول أبو حسين: الحوثي مجرم يقمع كل من يقول الحقيقة، وصحفيون يقولون الحقيقة، لأن الآن الحوثي يرتكب الجريمة وانتهاك المواطن، لأن حرب الصحفي يحارب أعظم من الجبهة فالحرية للصحفيين. شمس تعز تقول: طبعا قلقهم خوفهم من الصحافة، هم يشتوا يخربوا ويقتلوا وينهبوا من غير ما حد يدري، والصحافة هي التي تكشف جرائمهم. نعم. رضوان حميسان يقول: يقينهم بأنهم على باطل هي أحد أبرز دوافعهم لمضايقة الصحافة الحرة، ونقول لهم كفى عبثا. أيضا صفوان الحكمي يقول: أنصح إخواننا الشماليين أن يخرجوا في وجوه الطغاة، لا يخافون، وسنكون سند لهم من كل المتحوثين. هذا زعم من إخواننا في الجنوب، يمكن تقريبا يوقف معنا. ما شاء الله عليك، شكرا لاخواننا في الجنوب انهم بيوقفوا معنا، واحنا منطحين بالعين داخل تعز وداخل نهم، زعما هذول ما يوقفوش. يلا ماشي تمام. الموضوع موضوع مهم جدا، وهو يهم كل اليمنيين في الداخل والخارج. لا يخفى على ذو علم او على كل مطلع، السياسه الهوجاء، سياسه الدكتاتوريه، سياسه الطغاه في قمع الأقلام الحرة، في قمع شاهد العيان، هي تفضح ما يقومون به من انتهاكات لحقوق الإنسان. الصحافة هي تفضح ما يقومون به من هدم المنشآت المدنية أو الحكومية. الصحافة هي تفضح زيف كلماتهم الذي يقولونه في وسائل الإعلام. الشيء الغريب الذي أستغرب له، عندما يناقشون هدم المنازل والتحالف يهدم البنية التحتية، التحالف يقوم بقتل الأبرياء، أنا لا أدري هم الآن ماذا يقودون؟ هم يقودون دبابات ومدفعيات ومضادات الطيران وصواريخ، أم أنهم يحملون ورود؟ هم يحملون أسلحة فتاكة. هم درسوا كيف يقتلون الأبرياء، ولكن لم يدرسوا كيف يدافعون عن وطن. برأيي أن جميع القنوات اليمنية مستهدفة ومنتهكة من قبل الأطراف المتنازعة، والضحية فقط هم الصحفيون. مشتركة تقول اسمها ريما تقول: بصراحة احنا نشوفه بالواقع أن القنوات اللي ضد العدوان ومع الشعب اليمني مثل المسيرة واليمن اليوم وسبأ هي القنوات التي اعتدوا عليها وقطعوا بثها، أما القنوات اللي مع هذه والعدوان اللي هم احنا قصده، ما في حتى قناة قد تغلقت ولا شفناها قد انقطعت. احنا طبعا من برا نبث، لانه اللي داخل حقنا المكاتب قد قفلوها ونهبوها وسرقوها، وجالسين قنوات حقكم اللي هو المسيره والكذا، طبعا يستخدموا حقنا الكاميرات وحقنا المعدات اللي سرقوها علينا، بس هذا للتوضيح. ايضا ساهر القهباني يقول ان الغرض ايضا اخفاء صوت الحقيقه، ومحمد ابكر عبد الله يقول ان الصحفيين اظهروا كلمه الحق ولذلك هم يعتقلونهم. الجنيد أيضا يقول: حوثيين بإغلاقهم القنوات واختطافهم للصحفيين عبارة عن حجب للجرائم. أم لؤي كذلك تقول ما قاله، ومحمد عبسي أيضا كذلك. همسات وردية تقول: انتهاك الحوثة لحرية الصحفيين هو بدافع إسكات الحق وإخفاء جرائمهم. أيضا المتفائلة بالله تقول: الذي يدفعهم إلى هذه الجرائم هو أن الصحفيين ينقلون الحقيقة. وسلطان ناصر أيضا يقول بأن الحوثي لا يريد أن يظهر على حقيقته ولذلك فهو يختطف. أما موسى شعبان أيضا فكتب اسمه من دون أن يشارك. أنس فرحان علي وقال: يريدون إخفاء الحقيقة. أيضا أبو محمد قال بكل بساطة: لا يحبون الصدق ولذلك يعتبرون كل صحفي عدو لهم. عبد المكعب بيقول: الانقلابيون يختطفون ويعتقلون كل من يعارضهم من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والحقوقيين، وهذا بسبب الخوف والرعب الذي بداخلهم. أبو فراس الشرابي أيضا يقول: الدافع لمثل هذه التصرفات هي الضعف الوازع الديني. هنا أم أك عبد العزيز العديل يقول أنه في زمن الحاكم بأمر الله في اليمن أغلقت القنوات الفضائية وصحف وحجب مواقع الإلكترونية، تمسخر طبعا على الحوثيين. أم كرم تقول: الشيء الذي يدفع الحوثي هو أن لا تظهر حقيقتهم للعالم. دينا الحمادي تقول: لأن الميليشيا وصالح الانقلابية يعلمون كل العالم بأن الصحافة هي الوحيدة التي تكشف إجرامهم وتكشف حقيقتهم. هنا أيضا
محمد أحمد يقول الصحفيين كالمصباح يضيء للناس ويحترقوا، يحذروا الناس من الفكر الحوثي، يخسرون حياتهم وبعضهم يفقد أهله. أمت الله علي تقول الشيء اللي يخلي الحوثي وأنصار إبليس والدافع الوحيد لأنكم بتكشفوا لنا حقائقهم وحقارتهم، لأن الكل بيعرف من الحوثي والكل بيجيبوا رأي، كل الورقة مكشوفة. أيضا أخيرا لدينا هنا فواز الأصبح يقول: من ينقل الحقيقة إما محروقة ومشنوقة ومختطف، كيف لو أبطال الإعلام يقدمون أرواحهم وسلاحهم قلم وكاميرا ومذيع، وعلى الله يحصل الشعب يقرأ ويشوف ويسمع. نعم أسامة، كانت مشاركاتكم مشاهدينا كلها تتركز حول فكرة أنه من ينقل الحقيقة سيتعرض للاعتقال أو للاختطاف أو للملاحقة، لكن الآن تطور الموضوع ليصبح إلى حتى الذي لا ينقل الحقيقة، حتى الذي ينقل حتى الأغاني، حتى الذي ينقل إعلانات حق الصابون وحق التايت، الذي مش معاهم خادم ومطيع في النهاية سيكون مصيره السجن، ويا إما أن تكون معنا خادماً أو أن يكون مصيرك السجن. كانت هذه مشاركاتكم مشاهدينا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، في أمان الله. We'll be right back.